السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة نتكلم فيها أكيد عن النادي الأهلي ونرد فيها عن كل الأمور الخاصة ضد النادي الأهلي. لكن في البداية الفيديو ده خاص جدا جدا لجمهور النادي الأهلي. نخش على طول في أول فقرة معانا. عزيزي المشاهد الأهلاوي المحترم، الموضوع بقى صعب وصعب جدا كمان، إن بطولة الدوري اقتربت من نادي الزمالك ولكن لسه الدوري في الملعب. هتقول لي انت مجنون، هقول لك لسه الدوري في الملعب يا فندم، لان فيه لسه خمس ماتشات. ولو انت شايف ان الدوري خلاص راح للزمالك يبقى بلاها تشجيع ونشوف لنا فرقة تانية نشجعها، طالما انت شايف ان الدوري راح خلاص ولسه فاضل خمس ماتشات، ومع هذا انت بتجزم ان الدوري خلاص انتهى وان الدوري خلاص راح. عزيزي المشاهد المحترم، لسه في خمس ماتشات، ولو ترجع بالذاكرة لدوري سيد عبد النعيم، الزمالك كان بالحرف كده بالظبط فاقد الامل تماما. فرقة الاهلي مكتسحة، فرقة الاهلي في اخر مباراة ليها مع انبي تكسب تاخد الدوري، تتعادل حتى تلعب ماتش فيصل مع الزمالك، الملعب بتاع المقاولين العرب كان مليان على اخره جماهير النادي الاهلي والكل رايح يحتفل بالدوري، والزمالك بيلعب الاسماعيلي في استاد القاهرة، حوالي 6-7 موجودين في المدرجات رايحين يعني بيشجعوا بس كده، ايه احنا بنلعب الاسماعيلي النهارده وهنشجع الاسماعيلي وخلاص. وفجأة كسب الزمالك الدوري وخسر الاهلي من نادي انبي، اللي ما كانش حد يتوقع ان نادي انبي اللي لسه صاعد حديثا للدوري المصري الممتاز يكسب. انا بقول كده ليه؟ بقول كده لان لسه الدوري في الملعب. الزمالك هيلعب الاسماعيلي. وانا يعني اتمنى الكلام اللي اترد عليا بيه من داخل نادي الاسماعيلي، وهقول لك دلوقتي كمان شويه على رد كابتن ايهاب جلال على موضوع التفويت، لكن الكلام اللي طالع من داخل الاداره داخل نادي الاسماعيلي والناس اللي شغاله جوه نادي الاسماعيلي، قال لك احنا هنلعب بشرف وامانه ونزاهه قدام نادي الزمالك، واحنا بنحاول نحسن الترتيب بتاعنا من اجل الحصول على المركز الخامس في بطوله الدوري عشان المشاركه في البطوله العربيه، ويبقى نحسن من المركز بتاعنا في بطوله جدول الدوري المصري الممتاز. لكن انا كجمهور للنادي الاهلي، بعد اذن حضرتك، مش هتقدر تشجع النادي الاهلي الخمس ماتشات اللي جاية وتستقتل في التشجيع بتاعك؟ بلاش تبقى ليك دور سلبي. انا عارف اللعيبة استرخت واللعيبة اتدلعت واللعيبة ضيعت مننا نقاط كتير، وبيتسو موسيماني بدل الماتش 2 و3 عمل حاجات في الملعب هي اللي ضيعت مننا النقاط دي، ولولا الاخطاء دي كلها كان زماننا دلوقتي راكبين الدوري بفارق 6-7 نقاط. حقك، بس الناس اللي انت بتهاجمها دي او انت زعلان منها دي هي اللي فرحتك ببطولتين دوري ابطال افريقيا، هي اللي وصلتك لثالث كاس عالم للانديه للمره الثانيه على التوالي. اذا اللعيبه دي والجهاز الفني ده محتاج مننا كاهلاويه ان احنا نتمسك بالامل، في امل ولو بسيط. وانا بقول لك وخدها مني على مسؤوليتي، باذن الله نادي الزمالك هيتعطل في الثلاث ماتشات اللي جايه على الاقل ماتش. الزمالك عنده الاسماعيلي، وانا بقول لك الاسماعيلي مش هيفوت، وانا واثق في رجاله الاسماعيلي والاسماعيليه، واثق في لعيبه وادي دجله اللي عندهم ماتش هيكون حياه او موت بالنسبه لهم بالنسبه لنادي الزمالك ومباراه الزمالك. الزمالك بيفوت خمس لعيبه من عندهم، لكن انا بقول لك وادي دجله هينزل مستموت على الماتش، لان هيبقى حياه او موت بالنسبه له في الصعود او الهبوط، يا يهبط يا يكمل معانا في الدوري بسبب ماتش الزمالك. الماتش الثالث وهو ماتش سيراميكا كليوباترا، فرقه بتلعب كوره، فرقه محترمه، اي فريق يخشاها، وارد جدا ان فرقه الزمالك اللي مش واو قوي، فرقه الزمالك بين قوسين ما هياش الفرقه الواو، ما هياش الفرقه اللي تخش كل ماتش وانت واثق 1000000% ان هي تكسب، لا والله ماتش الاتحاد ما كانوا هيشموه، بس هي الحظ لما بتيجي، الحظ لما بيضرب بيضرب خلاص. اذا خلينا متمسكين بالامل. طيب كل خبراء التحكيم النهارده، كل خبراء التحكيم، احنا طلعنا في القناة بتاعتنا التانية قلنا ان سبب التعادل موسيماني وعدد من اللعيبة وخلاص، ما جبناش سير التحكيم. لكن لما يطلع كل خبراء التحكيم دون استثناء بالمناسبة ويأكدوا على ان النادي الاهلي كان ليه ضرب الجزاء بتاع جونيور اجاييه في الشوط الاول، اذا النادي الاهلي النهاردة للمرة العشرة في بطولة الدوري المصري الممتاز 10 ضربات جزاء ما بيتحسبوش للنادي الاهلي. كابتن احمد الشناوي الخبير التحكيمي قال لك الغاء ضربه الجزاء صحيح بتاع نادي الاسماعيلي اللي بتاعت علي معلول، لكن هناك ضربه جزاء اخرى لصالح جونيور اجاييه، قال لك في مخالفه ضد اجاييه من لعيبه الاسماعيلي
وهناك ضربة جزاء لم يتم الرجوع فيها للفار من أجل احتساب ضربة جزاء لصالح جونيور أجاييه في الشوط الأول. إذن أنت عندك ضربة جزاء، واحد هيقول لي يا عم وإحنا كل مرة هنتحجج بالحكام يا سيدي، ما هو لولا الحكام ولولا التفصيلات البسيطة دي حضرتك المباريات ما بتتسهلش. أنت عندك فريق زي نادي الزمالك واخد كام ضربة جزاء؟ 15 ضربة جزاء، منهم ضربات جزاء اتحسبت في الوقت بدل الضايع وكان متعادل او خسران، وضربة الجزاء بتيجي بياخد 3 نقط بدل ما كان هيطلع بنقطة واحدة. فانت ضربة جزاء زي دي ما تستقلش بيها وتقول لي يا عم احنا كل مرة هنقول الحكام. قول الحكام طالما فيه ليك حق ما خدتوش واتظلمت في المباراة. ده كلام احمد الشناوي. كابتن سمير عثمان، سمير محمود عثمان على قناة اون برضو اكد على ان الاهلي في ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب لصالح جونيور أجاييه في الدقيقة 18، وكان المفروض الحكم بتاع الفار محمود عاشور يستدعي حكم المباراة لرؤية اللعبة. قال ان دي ضربة الجزاء لصالح النادي الاهلي ولم تحتسب، ودي برضو الضربة العشرة للنادي الاهلي. اذا انت اتظلمت النهاردة، بالرغم ان انا بقول لك اهو اول اسباب الخساره او التعادل النهارده موسيماني وعدد من اللعيبه اللي ما كانتش موفقه النهارده والتغييرات والبدايه الخطا في التشكيل بجونيور أجاييه، ولكن انا بقول لك انا اتظلمت النهارده وكان ليا ضربه جزاء. طيب تعال نروح لموضوع اخر. النادي الاهلي النهارده مع خروج محمد شريف اداء الاهلي الهجومي تاثر، وانت معاك محمد شريف بتبقى واثق ومطمن وحاطط في بطنك بطيخه صيفي. خروج محمد شريف النهارده وإصابته اللي لسه هنشوف بكرة الفحص الطبي بالنسبة لمحمد شريف إيه اللي هيحصل؟ دكتور أحمد أبو عبلة قال إن في شد بسيط في العضلة الخلفية، وهبكرة نعمل الفحص الطبي والأشعة اللازمة عشان نشوف فترة الغياب بإذن الله ما يكونش في فترة طويلة لغياب محمد شريف. ولكن خروج محمد شريف وعدم وجود مهاجم قوي يساوي محمد شريف بيديك جرس إنذار لإدارة النادي الأهلي وللجهاز الفني، أنت ما عندكش بديل لمحمد شريف. تخيل حضرتك لو انت بتلعب في موسم طويل وجي محمد شريف لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله اتصاب اي اصابه طويله، هتعمل ايه؟ هتلعب بمروان؟ هتلعب بوالتر بواليا؟ يبقى انت مش هتنافس على بطوله، يبقى انت مش هتنافس على بطوله، لان محمد شريف عنده مميزات وامكانيات اعلى من كل الاسماء اللي موجوده في خط هجوم النادي الاهلي. اذا إصابة محمد شريف النهاردة بالرغم ان هي ليها سلبيات كتير، لكن ليها إيجابية ان هي بتديني ضوء احمر، خلي بالك يا نادي يا اهلي ويا ادارة نادي اهلي، انت عندك مشكلة في خط الهجوم ولازم تدعم بمهاجم افريقي قوي. طالما احمد ياسر ريان عايز يتفضل يروح يحترف حقه مع الف سلامة، الباب اللي يفوت طالما اللاعب مش شاري النادي الاهلي في 60,000 سلامة، في 60,000 سلامة. لو انت مين؟ انت ما عملتليش حاجة لحد النهاردة احمد ياسر ريان او غير احمد ياسر ريان، انت قدمت ايه للنادي الاهلي عشان تتنطط وتقول لازم احترف وانا عايز احترف؟ الحمد لله ما خدناش منك حاجه لحد النهارده يعني، تمام. فمع الف سلامه لاحمد ياسر ريان، عايز تحترف يا حبيبي اتفضل، لكن خط هجوم النادي الاهلي محتاج مهاجم اجنبي قوي. بدا تعود للصوره حسام حسن، وانا بقول لك اهو هتسمع خلال الايام اللي جايه عن عوده حسام حسن مهاجم سموحه لدائره الاهتمامات بالنسبه للنادي الاهلي. تعال نروح لخالد الغندور وبعد كده ميدو، وبعد كده نتكلم عن ردود المدير الفني للإسماعيلي كابتن إيهاب جلال. خالد الغندور النهاردة يا فرحته يا هناه يا سعده، النهاردة مفيش حد فرحان في تعادل الأهلي أكتر من خالد الغندور. خالد الغندور اللي قال النهاردة إن أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد آخر الشهر الجاري عشان الاهلي يلعب بالصفقات الجديده في كاس مصر. طب ما انت هتلعب بالصفقات الجديده في كاس مصر. قال لك لا، اصلا انا وصلت للدور قبل النهائي ولسه الاهلي عنده ماتشات تانية، لسه هيلاعب بيراميدز ولسه هيلاعب انبي وبعد كده يتاهل للدور قبل النهائي. طب انت خايف من ايه؟ هو انا هلعبك في الدور قبل النهائي؟ انا طول سكتي مفيش زمالك غير في النهائي، وبعدين ما انت هتضيف الصفقات الجديده بتاعتك ايا إن كان انت هتضم مين. انا ذنبي ايه كنادي اهلي؟ ولا انت محامي لبيراميدز وخايف على بيراميدز وخايف على انبي وخايف على الناس دي كلها، ولا خايف مني اوصل لنهائي لعبك؟ قول لنا، هل انت خايف من نادي الاهلي تلعبه في النهائي فعشان كده عمال تقول احمد مجاهد حاطط الصفقات الجديده عشان الاهلي يلعب بيها؟ ما هو الزمالك هيلعب بالصفقات الجديده وكل الانديه تلعب بالصفقات الجديده في كاس مصر. طيب
بالنسبه لي طبعا خالد الغندور قال لك قاعد يقول النهارده اللعيبه بقى رجاله ولعيبه الزمالك لازم تبقى رجاله وتنزل ماتش الاسماعيلي تموت نفسها في الملعب وكل الماتشات اللي جايه عشان تكسبوا الدوري والدوري بقى في رجليكوا والدوري والدوري. انا عايز بس اقول لخالد الغندور حاجه، اذا قدر للزمالك انه يكسب الدوري الموسم ده فعليك بتقديم الشكر وكل الشكر لحكام الدوري المصري ولجنه الحكام برئاسه وجيه احمد اللي لولاها ولولا قراراتها العكسية لصالح نادي الزمالك ما كان الزمالك هيكون في المركز الثاني حتى، ما كان الزمالك هيكون في المركز الثاني حتى يا كابتن خالد يا غندور. طيب تعال نروح لميدو. ميدو غلط غلطة النهاردة في البرنامج بتاعه والصفحة الرسمية للبرنامج بتاعه اللي قال لك أصحاب الميزانيات الثلاثة الأكبر في أفريقيا الزمالك 28.9 مليون يورو، الأهلي المركز الثاني 28.2 مليون يورو، بيراميدز المركز الثالث 19.5 مليون يورو. هذه الارقام خاطئه، والارقام اللي بتثبت صحه موقفنا هي ارقام موقع ترانسفير ماركت، ده موقع عالمي بيحدد القيم التسويقيه لكل نادي حسب مقتضيات السوق. ترانسفير ماركت النادي الاهلي في الصداره ب 26 مليون يورو فاصل 4 من 10، البيراميدز في المركز الثاني 19 مليون يورو فاصل 55 من 100، الزمالك في المركز الثالث 19 مليون يورو فاصل 15 من 100. اذا كابتن ميدو لما تيجي تحب تتكلم في ارقام فبعد اذنك طلع لنا مصدر ارقامك، انا بتحداك اهو بقول لك موقع ترانسفير ماركت بيقول ان الاهلي 1 بيراميدز 2 الزمالك 3. ما تطلعش انت بقى عشان زملكاوي تقول لي الزمالك 28 مليون يورو جبتها منين، انا اول مره اسمعها. اطلع قول لنا مصدرك ايه الجميل عشان تقول لنا الزمالك اعلى قيمه تسويقيه. بمناسبة الناس اللي بتتكلم على ان الزمالك دايما عنده احلى كواليتي واعلى كواليتي واحسن لعيبة، يعني طلع قبل كده الخرم مصطفى تونس قال لك ايه، الزمالك دايما عبر التاريخ عندهم احسن لعيبة في مصر. عزيزي المشاهد الاهلاوي المحترم، هل تعلم ان اتنين لعيبة بس من اللي موجودين داخل النادي الاهلي دلوقتي جاي لهم عرضين بقيمة الزمالك التسويقية كاملة؟ محمد الشناوي جاي له عرض ب 10 مليون دولار، أليو ديانج جاي له عرض ب 8 مليون دولار بالإضافة ل 20% نسبة إعادة بيع، يعني 18 مليون دولار تقارب القيمة التسويقية لنادي الزمالك، اتنين لعيبة بس. ويطلع واحد معتوه يقول لك أصل لعيبة الزمالك عبر التاريخ هي أحسن لعيبة في الدوري. طب ما أنا عندي اتنين لعيبة بس أهو قيمتهم التسويقية تساوي او تقارب القيمة التسويقية لنادي الزمالك، لكن المجانين في نعيم. طيب تعال نروح لميدو برضو. ميدو اهل مكة ادرى بشعابها. ميدو قبل كده اتهم عدد من جماهير الزمالك او عدد من الصفحات السوشيال ميديا غير الرسمية الزملكاوية انهم شوية قبيضة، وقال كده بالظبط ان في صفحات بتقبض من رئيس نادي سابق وابنه عشان يشتموني ويطلعوني بشكل مش كويس في صفحات الزمالك والصفحات غير الرسمية للزمالك. فميدو النهاردة بيكرر نفس الامر، قال لك فيه هناك عدد من المجانين، بعض المجانين اللي بيشككوا في انتماء حلمي طولان للزمالك. حلمي طولان لما يقاتل على الفوز في مباريات الزمالك ده امر طبيعي، وانه بيلعب بشرف ونزاهة وامانة. صحيح يا ميدو، في عدد من الجمهور كده ما بيحبش الشرف والنزاهة والأمانة، بعلمهم يا ميدو المجانين والقبيضة يعني ايه شرف ونزاهة وأمانة وفير بلاي في كرة القدم، لان كل مدرب زملكاوي بيكسب الزمالك او بيعطل الزمالك بتطلع الجماهير على السوشيال ميديا غير الرسمية يمسخروه ويجيبوا سلسفيل اللي جابوه. ليه؟ لمجرد انه لعب بشرف ونزاهة وأمانة، وكأن المطلوب من كل ابناء النادي ان هم يبقوا شويه مفوتاتيه، ده المطلوب منهم. لو ما فوتتش ما تبقاش ابننا، هتفوت وتبقى طارق تفويته اوكي تبقى حبيبنا ومش هنشتمك في الماتشات. بصوا على حلم طولان كل ماتش يعيني ضد الزمالك بيتشتم منهم ليه؟ ليه يا فندم؟ عشان بيلعب برجوله وشرف وامانه. فبعض الجماهير بتبقى حابه ان حلم طولان يلعب بدون شرف او نزاهه او امانه. طيب تعال نروح لكابتن ايهاب جلال اللي رد علينا بقوه بعد ادارته الجيده لمباراته قدام النادي الاهلي النهارده والتعادل. كان له تصريحات مهمه جدا النهارده كابتن ايهاب جلال بعد التعادل ردا على موضوع هل
الاسماعيلي هيفوت ماتش الزمالك القادم لانهم ولاد العم ولا لا؟ كابتن ايهاب جلال قال ان احنا الماتش الجاي قدام الزمالك هنلعب على المكسب، هنلعب على المكسب والفوز قدام نادي الزمالك، واللي عاوز يتكلم يتكلم، انا ماليش دعوة بكلام الجمهور. كابتن ايهاب جلال كمان ردا على السؤال بتاع يا كابتن ايهاب دايما دايما ولاد العم ماتشاتهم بتبقى حبية بالذات في الدور التاني لو الامور محسومة وفي فارق فريق من الاتنين بينافس، يا كابتن ايهاب الدنيا ايه؟ هنلعب زي النهاردة ولا هتبقى ولاد عم وصلصة وخلطبيطة ولا هنعمل ايه؟ كابتن ايهاب جلال رد بعصبية شديدة. كابتن ايهاب جلال من المدربين المحترمين بالمناسبة، واللي انا واثق في كلامهم وكل تصريحاته. قال كابتن ايهاب جلال انه هيلعب ماتش الزمالك زي ما قلت لك للفوز، زي ما كان عايز النهارده يكسب النادي الاهلي، وقال ان جهازه الفني ايهاب جلال وجهازه الفني اكتر المدربين والاجهزه الفنيه اللي هزمت الزمالك مع الفرق المختلفه، سواء كان مع مصر المقاصه، ودي حقيقه ايهاب جلال فاز على الزمالك كتير وعطل الزمالك كتير في ماتشات كتيره، الى جانب التوفيق بيلعب دوره في المباريات ولا يوجد تعمد للخساره، واللي يقول كده يبقى انسان مرتشي. كل ثقه في احترام ايهاب جلال لنفسه قبل اي شيء، كل ثقه ان في لعيبه داخل الاسماعيلي رجاله وهتلعب من اجل اسمها اولا ثم اسم ناديها، واتمنى يوم السبت القادم اطلع بعد المباراه اقول شكرا في اي حال من الاحوال، كسبت خسرت اتعادلت، اطلع اقول شكرا لاسماعيلي، اطلع اقول شكرا واني اتشرف ان انا من اسماعيليه وان نادي الاسماعيلي لعب بشرف ونزاهه. باذن الله باذن الله الكلام اللي جالي من داخل الاسماعيلي ونادي الاسماعيلي اصدقه، واللعيبه تنفذه داخل الملعب في مباراه نادي الزمالك. اتمنى ان ظن الكل يخيب ويلعب الاسماعيلي يوم السبت من اجل سمعته وسمعه محافظه الاسماعيليه بالكامل. ده كلامي عن نادي الاسماعيلي ومباراه الزمالك والاسماعيلي. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا لكم، سلام عليكم.